قرطاج خليج تونس، مدينة بنات في القرن التاسع قبل الميلاد. في قلب المدينة ثم ميناء ضخم شكله دائري وهو وقتها فريد من نوعه. فيه الميناء التجاري، وراء الميناء ثم ميناء حربي محصن بشكل سري، وهو عبارة على مرسى مسقف يز أكثر من 200 سفينة حربية. تخيلوا العظمة وقتها. قرطاج كانت قوة اقتصادية وعسكرية محمية بأسوار من كل الجهات، وحتى على كامل الساحل كان وقتها التجار والأحياء الفقيرة موجودين في جزء من المدينة المنخفض، أما جزءها المرتفع فكان محمي جدا وقتها على خاطر باعتباره مركز ديني وسياسي اللي يضم معالم مقدسة وفيلات فخمة جدا. سفف اليوم من الهلال كان رمز عظمة قرطاج في الشمال المتوسط أصبحها آثار